مساكم الله بالخير وحلقة جديدة من على السومرية ضيف اليوم ضيف مهم فرحبوا معي مع اللاعب العراقي باسم علي اهلا اهلا نورتني اهلا بك سادي هاب الحمد لله على السلامة الله يسلمك يا حبيب سعيد اليوم انه احنا نحط الرحال من اسطنبول الى العراق ونصور مع نجوم البلد ويحتم علينا احنا اليوم كسليبريتي نصور وياكم نعرف نجاحاتكم مشاكلكم وطلباتكم وحتى من خلال تصريحاتكم فانت جاهز جاهز ان شاء الله الكاميرا وان جاهز جاهز ان شاء الله وطينا على الكاميرا تو جاهزين ان شاء الله اهلا وسهلا بكم والحمد لله على السلامه يسعدني اكون على قناه السومريه القناه اللي احبها هواي مبتعد عن الاعلام لكن برنامج ممتع وشفت زملائي والنجوم دائما حاضرين بهذا البرنامج وان شاء الله تكون حلقه ممتعه ان شاء الله فتعالوا خلينا نشوف ايهاب وين راح هل النجاح يخلق اعداء؟ هل راح تندم على هذا التصريح؟ يقال احد علماء النفس كل سيلبرتي يصاب بحاله اكتئاب، وكيف يتعرض لهذا الاكتئاب؟ يا اما يروح على البحر يا اما يشوف ساحات خضراء، يا اما يشوف سفره طيبه او اكله هو يحبها يطيها لحاله، فبالتالي يطلع من هذا الاكتئاب، هو قال ليش؟ لانه انتو الوسط صعب تتعرض الى 20 ساعه تصوير، الحرب اللي على الكرسي الواحد اللي هو كلهم ذي يصيرون نمبر 1 فهذا يوصلك الى حاله اكتئاب فانت اي لاين راح تختار بحر ساحات خضراء ولا سفره طيبه انا بالنسبه لي صراحه البحر البحر ليش يقال يعني انه بعلم النفس انه يسحب الطاقه السلبيه من الانسان انا صار فيكون نور انا اشكرك اول شيء على السفره الطيبه و... وان شاء الله الاكل يكون حلو مثل وجودكم الطيبه <applause> حبيبي شكرا <applause> مع الكابتن مصطفى شكرا اهلا وسهلا شكرا لك مساء. مساء نور فقلت لي البحر انه هو دائما هو يطلعك من حاله الاكتئاب انصبت بحاله اكتئاب من الوسط اجتك في حاله من الحالات خذلان معاناه قساوه مدرب قساوه نادي قساوه زميل اكيد هواي يعني كل انسان يمر بهاي الظروف وخاصه من الفتره الاخيره يعني خذلان يعني دائما تقدم عمل خير يعني ما يرد عليك يعني باللي انت قدمته فيصير خذلان يصير حزن وبالمناسبه يعني دائما انا احب المياه يعني اكو مكان حتى اجلس فيه دائما يعني لما احزن او اضوج انا اتواجد هناك. تحب تروح على البحر تفضفض ولا بس تشوف؟ يعني لما اتواجد على البحر او بالشاطئ يعني احس روحي ارتاح نفسيا ارتاح. ترتاح نفسيا. من وين اريد ابلش بيك يعني الفصول كثيره والنجاحات والمعاناه ايضا اكثر بس خلينا هو كل سليبرتي هو يعاني معاناه حضرتك من عائله لا هي كلش غنيه ولا هي ايضا دون الفقر كانت طفولتك طفوله صعبه صعبه مو كانت انه كل الاشياء انه هي مجهزه الكم كاولاد انتم كبيت يعني يتكون من عائله متكامله مثل اي بيت عراقي هذه المرحله والطفولة لو رجعنا فلاش باك شريط الذكريات شنو صنعت من عندك الفقر العوز ومرات العوز هو مو بس العوز المادي العوز العاطفي كمان لا ما كانوا هم يعني انه يتوقعون انه هاي المهنه يعني تخدمني او مستقبلا يعني يكون بها مستقبل الي يعني كانوا مركزين على الدراسه اكثر شيء بس انت عاني كل هواي صراحه يعني انا كنت هم مركزين على المدرسه وانا كان حلمي اكون لاعب كره قدم لحد مرور الزمن يعني حتى كنت اسافر سفرات مثلا منتخب بصرة او منتخب عراق مدرسي كنت يعني اقول لهم انه انا رايح مثلا سفره سياحيه او فد شيء يعني كنت اتهرب هواي يعني بهيك الفتره. كان ملبي لك احتياجاتك كطفل؟ أه العامه اما رياضيا لا. العامه لان يعني فلوس ما عندكم صح؟ أه لا يعني هي. كانت الامور يعني وسط يعني بس هم كونن انا يعني دائما بالرياضه وطموحي راي على الرياضه يعني كنت منعون عليه هواي شغلات اوكي بس العوز كان البيت بيعوز يعني انت مو اي طفل انه هو بهيئ له الوالد والوالده ربما مصرفه احتياجاته طموحاته احلامه هواياته اكو اطفال انه هم لا مهيئ لهم اكو ناس لا انه هي يعني عاشت بجوع الطفوله. لا صراحه احنا يعني عائله كبيره وكان يعني الوالد ما يقدر يلبي كل الاحتياجات، بس كان الطيب وال اقدر يعني اطلب منك طلب ممكن ما تستحي من ماضيك وممكن ما تستحي وتخجل وتقول انه انا مريت بحاله فقر او والدي انه هو كان على قده يشتغل بالتالي احنا اغلب البيوت العراقيه هي عاشت هذه المعاناه لا اكيد يعني هو حتى بالقران يقول انتم الفقراء والله الغني تخجل انت تقول قدام الكاميرات انه انت مريت بحاله فقيره؟ مريت فترات يعني بالرياضه مريت فترات فقر صراحه كنت شنو كان على بالك انه تشتري وما تقدر تشتري؟ يعني شنت حتى التجهيزات الرياضيه حتى يعني السفرات كنت بدايه المشوار الرياضي اما الامور العامه كانوا يوفرونها يعني من ملابس او مصرف مدرسه او فشي كان هذا يعني اللي اقدر, أقدر عليه يعني هذا اللي اقدر عليه وكان صراحه الوالدي مطين الحنان اللي هواي والحب انه يعني عوض الامور الماديه واحنا يعني تعرف لين عائله كبيره يعني اعرف اعرف اذا ذيك هذا هاي الفتره لو اليوم رجع بك الزمن بفلاش باك تتاذى من تشوف انه انت طفل و يعني صراحة أتذكر أيام الصعبة كرياضيا كنت يعني لما أخرج من البيت وال وكانت تصير مشاكل بسببي ويعني كنت أعاني صراحة أو كنت حتى من أروح للتمرين كنت أتلفت يعني أشوف واحد وراي يعني يتبعني هيك يعني وصلت لهيك مرحلة فلما أتذكرها أتألم لكن بالنجاحات اللي حققتها ممكن يعني داوت الجروح مثل ما يقول داوت الجروح عوضت أهلك والله هواي عوضت واي يعني كان أخير فترة خليتهم يعني يفتخرون لما العالم تسلم عن باسم علي لما باسم علي متواجد بالدوري العراقي لما باسم علي ينافس على هداف الدوري لما لعبت منتخب خليتهم يفتخرون يعني يعني كانوا اي مكان يتواجدون بين الناس تسالهم على باسم علي وهاي حسيت يعني شيء لهم زين إلي ليش بعض المشاهير يستحي من ماضيه؟ ومن تشوفه بالتلفزيون هو كأنما حالة سوية عايشها ببيت ذهبي وبحياة ذهبية اللي ينكر ماضي واللي حياته تتجزأ أو يعيش بنمط الفيك شنو الكومنت اللي انت راح تقول عنه؟ وهو ربما زميل وانتم عندكم بوسطكم ما شاء الله. صراحه انا يعني من من الناس اللي صريحين واحب الانسان اللي يعيش بالواقع مالته. يعني انت حتى تقدر حياتك يعني على قد مصرفك على قد امورك ما احب المبالغه ولا احب التبذير يعني هي انا حياتي شخصيتي الفيك الفيك انه البس شخصيه مو شخصيتي سيارتي من فلان بيتي من فلان اخر ما احب نهائيا صراحه واقنع بالقليل يعني حتى مرات اذا اشوف شيء زايد او يعني ما اقبل يعني هل زملائك اكيد اكو هيك حالات من تشوفها شو تقول؟ صراحه يعني مرات احكي وياه او انصحه يعني يعني اقول هذا الشيء غلط من لما اشوف شغلات يعني ما يحكي الحقيقه او يعني مبالغ بالامور الماديه واحكي وياه له يعني هذا الشيء غلط اكو ناس يعني محتاجه هذا اللي انت جاي تسويه او مرات يعني ما ينطق كلمه حق فدائما احاكيه اقول له يعني انت مسؤول امام الله دائما احكي يعني انصح. مهم. تنصح؟ دائما انصح تنصح ويتقبلون النصيحة ولا يضوجون من عندك؟ النصيحة لما تكون يعني بطريقة يعني سهلة وطريقة يعني إنسانية تقبلها والبعض لا ما يتقبلها فأنا دائما تكون نصيحتي يعني من باب الإنسانية من باب الحب فأشوف أكثر الناس يتقبلونها صراحة. يتقبلوها الناس. إجابك على الوسط الرياضي، يعني شنو اللي خطر ببالك إنه أنت تصير لاعب كرة قدم، منو كان الأيدل؟ اللي كنت تشوفه بالتلفزيون قلت انه انا مثل هذا الفلان صراحه هدف عماد محمد على اليابان النجوميه عماد محمد صراحه هي اللي جابتني الكرة القدم وحب هشام محمد داعب الزوراء هشام محمد طبعا وجه لهم تحيه تحياتي اوكي هم اللي خلوا عندك حب كره القدم هم اللي يعني خلوا هذا الحب ويعني كنت وانا صغير قلت يعني اوصل لمرحله انه العب ويا عماد محمد وحققت هذا الشيء لعبت بالزوراء ويا عماد محمد بينما انا كنت طفل يعني كنت يعني حل احب عماد محمد حل احب هشام محمد احب نادي الزوراء فهذا اللي جذبني لكره القدم هذا اللي جذبك جذبك لكره القدم المشاكل هوايه انجازاتك معروفه ونجاحاتك معروفه المشاكل هوايه صارت اليوم تتصدر من خلال الميديا لكن قبل لا اسالك سؤال المشاكل هل الاعلام مهم؟ للاعب حين ما يكون انه عنده انجازات واحترافات وبالتالي تصريحات احنا شويه بالعراق صار لنا سنه كامله رجعت الرياده الفنيه والرياده الرياضيه هي للبلد بعد الاستقرار اللي حاصل فيه الامان اللي حاصل فيه فصار رجعت الحركه انه هي الاعلام تكون لكن من المفروض يدق الباب احنا ندق الباب عليكم ولا تدقون الباب علينا صراحه يعني الاعلام اشوفه هو يطرق الباب تعرف اليوم الاعلام هو يعني يبحث عن الحقيقه ينصر المظلوم لكن صراحه بالسنوات الاخيره انه الاعلام مو نفس اللي الاعلام اللي كان قبل صراحه يعني الكل جاي يعاني من الاعلام يعني نعرف ان الاعلام هو لازم ينصر لكن هاي الفتره الكل جاي يعاني. الاعلام بعض البرامج اللي انت تقول عليها هو منو اللي يكون مسؤول؟ هو انت تروح القناه اكبر ديوسر اللي هو منسق العلاقات وما يسمى ان انت تروح الى هذا البرنامج والمذيع هو يسال بعض اللاعبين اللي ظهروا وياي قالوا انه القناه والمذيع هو اللي وقعنا بمشاكل وانتهت عقود لاعبين بسبب تصريح وبسبب لقاء وبعض الاحيان انه في لاعبين هم يبعثون للمذيعين مسجات الله يخليك استضيفنا للآن أرضضح العقد الفلاني ولا النادي الفلاني ولا الكابتن الفلاني وقعت بهيج مطب لا انا صراحه يعني ما وقعت بس شفت هواي لاعبين وقعوا يعني الاعلام دائما يعني يريد يبحث عن بس الشهره يعني ماكو حد اعلام يعني... ولا اللاعب ربما هو دا يريد يرجع الشو امام الناس اكو بعض اللاعبين بس الاكثر شيء اشوف ال... شنو اكو بعض اللاعبين اكو بعض اللاعبين يعني يحب يظهر بالاعلام او مثلا يحب يحكي كلام مو صحيح او يتهم البعض شفت بس الاغلبيه شفت الاعلام مي. ممكن يعني تصفيه حسابات ممكن غيره من بعض اللاعبين بس اللي شفت انه الاعلام هو اللي يختلق المشاكل للاسف وماكو شيء انساني يعني س... يعني من الظواهر هواي شفتها سلبيه يعني حتى الكلام مو كل كلام يطلع بالاعلام يعني حتى هسه مرات اشوف برنامج انه يلتقي بالجمهور اي شيء يحكي الجمهور هو يطلع يعني هذا اكبر غلط يعني المفروض انت تستنقل الكلام اللي يخدم الواقع الرياضي والمجتمع يلا يظهر او مرات يعني انت هواي لاعبين تشوفهم ما حد يستضيفهم بينما يطلع رئيس رابطه او مشجع متواجد بالقناه ويصرح وكذا يعني هواي سلبيات بالاعلام صراحه ملاحظه والسماسره السماسره يعني بيهم يعني وهذا السماسره شيء حق يعني حتى بالعالم يعني انه يكون هو قدمك للمدرب او سماسرة. للناس سماسره سماسره وكيل اعمال او سمسار لا السمسار غير مدير الاعمال السمسار هو تعريفه انه هو اللي صاد بالمال عكر وبالتالي انه هو يبتزك حتى تسمى سمسار وكيل الاعمال اللي هو اصبح للاسف اليوم بوسطكم ما يسمى وكيل اعمال، يسمى سمسار. شوف راح اقول لك حقيقه ولا صح انه اكو سماسره هم اصدقاء المدربين ويجيبون لاعبين عن طريق يعني لا مستوى ولا امور فنيه، بينما يصير عدة اتفاق بينه وبين المدرب انه اللاعب مثلا يوقع 160 مثلا كذا نادي انه 60 مليون انا وياك كمدرب وهذا اللاعب يتواجد بالنادي وشفتها وموجوده واتحدى اي مدرب يطلع ويقول هذا الشيء ما موجود او مرات صارت مثلا يتفقوا وياي يجي لاعب تقريبا يومين او ثلاثه بس مجرد يتواجد بالفريق ورا ما ياخذ منه فلوس هذا السمسار يطلع اللاعب شفت هواي ناس راحيه ولاعبين يعني فقراء وشفتها وتحدى مدرب او لاعب عراقي يعني ينكر هذا الشيء فمعناته انه اكو وكيل اعمال متغلف بمسمى اللي هو يكون سمسار وحكى هو يا لاعبين صراحه قلت لك يعني وصل لك الدور انا يعني عامل وياك سمسار ويقول لك انت راح اجيب لك عقد ب 200 مليون وبالتالي 100 مليون الي و100 مليون الك أه وصلت مرحله بس انا رفضت وصلت مرحله شنو؟ يعني صار نوع من هذا الحكي لان انت قلت لك تخاف تحكي انت على الكاميرا لا الله شاهد انا قلت لك صريح وما عندي مشكله لا بس اكو هيج قلت لك اكو ليش ما تطلعون ويانا وتفضحوهم؟ ليش تحكيون وياهم ما بيناتكم بالجروبات؟ بالمناسبه مشاكلك اللي بعض المشاكل اللي انت تعرضت لها هي موجوده وفي ناس من قلت لهم باسم علي انه هو الضيف هو راد يوقعني وياك بمشاكل كونك مهذب وابن بيت اصيل فما من ممكن اوقعك لكن انا شرحت لك بالكواليس طلعوا وفضحوا لا مو <applause> انه اليوم الراي العام ودوله رئيس الوزراء هو مع اي شخص يتعرض الى ظلم خصوصا المشهور كون انه احنا إنه امتيازات ثانيه فليش ما تطلعونه لا اكيد سالي قلت لك انا صريح يعني جاي احكي لك الواقع من اللي خابرك؟ يعني سابقا يعني شفت يعني من هذا النوع ما اقول لك يعني شيء مباشر لان يعرفون باسم علي اما غير لاعبين لا يغابرونهم بس باسم علي يعرفونه ما يتعامل بهيك امور انا لو لو امور يعني استحقاق فنياً اتواجد اما هيك امور ما امن بها بس شفت شفت وشفت وشنو هالقوه انه انا اخذ من اجرك يعني انا اليوم دا اقول لك وكيل اعمال يعني منصبي وكيل اعمال بس مو منصبي رئيس نادي او رئيس اتحاد او مسؤول عليك مسؤول المباشر هو هذا من اللي داعمه اللي هم هذول الوكلاء من جاي يدعم؟ السادة ها دعمهم المدرب، المدرب يعني معناتها الراشي والمرتشي راشي والمرتشي، يعني هذول اصدقاء المدربين، هسه مدرب مثلا نفرض اليوم نفرض نفرض مثلا استلم نادي النجف او او الكرخ، فرأسة يتصل بالسمسار مثلا استلمت انا هذا النادي، انه ابعث لي لاعبين الاتفاق مثلا اذا وقعت هذا اللاعب مثلا 160، ال60 انا بيناتنا انا وياك وال100 للاعب، يصير حتى اتفاق وين اللاعب، للاسف بعض اللاعبين يقبلون وهذا الشيء موجود وتحدى مدرب عراق مدربين العراق او لاعب يرفض يعني ينكر هذا الحكي ليش يقبلون؟ يقبلون اولا لان هذا اللاعب فنيا مو مستوى مو عالي وثاني نقول لك مثلا هو رزق انا ما ضارني شيء انا اخذ 100 مليون هم بيناتهم للاسف يعني ايش التفكير؟ واذا ما يوافق ممكن هم تصير فرصهم قليله اخير اخير اكو لاعبين يعني بطلوا هواي بالعراق واذا ما يقبل راح يقعد بالبيت قعدوا هواي لاعبين انت من ضمنهم؟ أه يعني انا هاي الظاهره شفتها بالسنوات الاخيره يعني مو بدايه الدوري العراقي. فيعني حسيت اكو بعض الانديه توقعتها اكو من هذا الشيء فرفضت. يقول لك اليوم حتى اكون انه اني موجود بالمنتخب العراقي او بالانديه المعروفه اللي حضرتك لعبت بيها نقول نبلش انت لعبت من الزوراء ما خليت نادي انه هو يعتب اسم عندنا داخل العراق انه انت ما لعبت بيه وسجلت اهداف واليوم اول ما واحد يكتب باسم علي تطلع انه اهداف باسم علي اهداف باسم علي وما شاء الله يعني انا ما كنت من اللاعبين المجتهدين صراحه واتمرن دائما ويعني احب عملي كل هواي فكنت طيب اي اي نادي يعني متواجد بي انا سجلت وحققت الحمد لله يعني ارقام بالبصره يعني انا واحد وانت بالعراق بشكل عام اي وانا يعني حصلت على وصيف هداف دوري حصلت على افضل مهاجم شاب كاس اسيا كمان انه حصلت على آه كاس اسيا اولمبي مع الكابتن حكيم شاكر مع الكابتن غني شهد للبرازيل بقطر سعودنا مثلت منتخب رديف العراق باندونيسيا ومثلت غرب اسيا يعني الحمد لله بعد ليش ما يحبوك بعض زملائك؟ صراحه المشكله اللي كنت اعاني بيها بالرياضه انه الغيره الزايده مني صراحه ليش لان انا يعني دائما ما احب اكون جندي كنت كان دائما احب اكون قائد يعني بالملعب بالفريق يعني احب دائما اميل للانجازات الشخصيه الي اتمرن هواي فكنت دائما ظاهر اللي انا نسبه البطل مثل ما يقول فهم يضوجون يضوجون لذلك انا يعني قلت لك افضل مهاجم اكثر مهاجم قول بالمسرح هم هم شبيه؟ صراحة الغيرة الزايدة أحكيها يعني وأنا واقعي هم مو مثل باسم علي يعني باسم علي يحب يتمرن يحب يعمل زايد هم لا هم كانوا يميلون يعني مثلا للسياحة للجلسات مع أصدقائهم فلما يشوفون باسم علي بالواجهة وينافس على الهداف واسمه دائما موجود بقائمة الهدافين كان اكو يصير غيرة كلش هواي صراحة وعانيت منها كلش عانيت صراحة والحد الان الحد الان حتى مرة يعني قلت دائما أقول للزملاء أقول وثقوا أهدافي وثقوا مبارياتي لين يجي تجي كذا سنة يجوز العالم ترفضها لو شيء ليش 40% من اللاعبين اللي عندك صور وياهم واللي ربما أكو صور طالعة بالصحافة حبيبي وعمري وبوستات والله يحفظنا وكذا لكن بالواقع حي ما وصل لي هو ما قال لي هيك لا تجيبه لا تستضيفه دير بالك تسأله هذا السؤال اللي قال عليك من وسطك وزملائك 40% ليش؟ هي الغيرة هاي ولا أكو أشياء؟ لا الغيرة عارف أعدائك أنت أعرف بس دائما مسامح ودائما يعني دائما أفتح الباب للتسامح وللبداية الجديدة يعني ما يبقى أنا يعني هاي أنت ملاك قاعد قدامي هاي أنت ملاك قاعد قدامي أنا اليوم واحد يشوه سمعتي وهو وياي يلعب بالأندية وعنده صور وياي ويروح يخ... يشوه سمعتي يم الاعلام ولا تجيبه ولا تستضيفه اتسامح وياه لا حد ماكو هيك شيء لا شوف صراحه يعني انا ما ما زكي لك نفسي بس الله شاهد يعني الله منطيني قلب يعني دائما هذا الساكت عن الحق شيطان اخرس هذا دا ياثر على حقك شلون انه انا اسامح مرات يعني تحكي وياهم ليش زورتوا مواليدكم؟ هل عدوك ابن كارك؟ والعفو عند المقدره بالتالي. استاذ ايهاب مرات تحكي وياهم، يعني تحكي وياهم تحاول تقول اكثر من لاعب حكيت وياه، قلت يعني هذا الشيء غلط، انا يعني هسا م... اللي وصلني اللي ما رادك وياي انت خطر على بالك اسمه؟ لا صراحه ما أعرفه آه. آه. ما قل. لا اكو اكو لاعبين بس ما يعني ما ما دخل لي ظن على على نفسي يعني. يعني بس اكو اعرف هواي انه يعني هواي يعني اعداء بالرياضه. <applause> ما يريد الخير وتحاربت هواي يعني بصراحه حتى من من كنت بالانديه من كنت بالمنتخب يعني حتى شنت استدعائي للمنتخب اكو لاعبين يعني وصلوا لي خبر انه اتصلوا بالمدرب المدرب قال لي يعني بس ما قال لي سامي قال لي اتصلوا قال لي لا تستدعي لكن الحمد لله والشكر حضرت بالمنتخبات بمستوى ومجهود كابتن عدوك ابن كارك عدوك ابن كارك ابن المهنه صحيح أي من المهن يقال يقول لك عدانة أولاد المهنة هو ابن كاري هو مو غريب إيه يعني احنا نقولها بالعامي يقول لك انه هو حمة تجي من الرجلين يعني معناته من محيطي تعرف يعني قلت لك مجرب حظي ما عندي حظوي الأصدقاء صراحة يعني حتى مرات أعرفهم يعني يصير عندي يعني من الله سبحانه وتعالى عندي كشف للإنسان يعني من خلال تصرفاته من خلال اموره وياي يعني لكن دائما الله شاهد ابدي باب التسامح واساعدهم حتى لو يعني يردوا لي الامور السيئه واللي هاي لكن دائما اساعدهم وقف وياهم محنهم هو يعني هاي من الله سبحانه وتعالى هاي الطيبه من الله اللي الله هو شنو يعني صديق؟ يعني اخ صراحه يعني بس قلت لك دائما وايد تاذيت من وراء الاصدقاء ذبحت الثمن كلش غالي يعني سواء بالدوله العراقيه او بالمنتخبات بس ما كملت شنو يعني صديق؟ شنو يعني تعريفه شنو؟ يعني هو صدوق صدوق بال بال بالوعي صدوق بالامانه حفظ يعني الصداقه يعني خالد الصدوق يعني بالنسبه لي الدفاع عن صديقك يعني ثانيا هي اليوم مشاركه الامه واحزانه ويعتبر اخ لما ربما اخ لم تلد امك اكو صداقات حقيقيه اليوم بالوسط أكو صداقات وشفنا يعني علاقات وليس معارف او اصحاب، اكو فرق ما بين الصديق والصاحب. وسط الرياضي اكو هواي صراحه حتى شفنا يعني تطورت بحالات سواد يعني صار على الصعيد الشخصي لك اكو صديق حقيقي لك من الوسط؟ صديق حقيقي بس. يبدي يبديك على حاله سواء بنادي سواء بعقد سواء بترشيح ايفنت جائزه اكو إيش؟ ما, ما ما اقدر انطي الثقه الكامله لا ما ماكو صراحه ماكو اللي شفته ماكو لان لو اكو لو نرجع للدين لا هابيل وقابيل ما كان انه ايضا صار بيناتهم كاخوان ولا اخوان يوسف ولا احنا اليوم بالاوساط كثير من الناس اللي ضيعتهم اخوان مرات بالوسط الرياضي او بالوسط الفني او بالغنائي او حتى مرات بالسياسه وبالدين ما من ممكن هم يكونون اثنين يبدي حاله على الاخر ايه قلت لك هذا الكرسي مغري اكو زملاء يعني اكو زملاء يعني بس مو مو صديق يعني تحسه انه هذا الكرسي مغري؟ المكانه اليوم اللي وصلها الشخص السليبرتي هي مغريه؟ للبعض شفتها مغريه وإليك؟ آه انا بالنسبه لي لا ليش؟ ما احس يعني ما ما له قيمه قدامي شلون يعني اسمي وكياني واجهتي الاجتماعية إنجازاتي كيف ما يكون أنه هو مغري وحارب عليه لا يعني المكان اللي تتواجد به أنت يعني كاسمك وهاي لا شيء طبيعي كل إنسان يعني يفرح بهيك أمور بس قصدي كأغراء يعني كتنغر أنت بالمنصب أو أو تظلم الناس من خلال المنصب والكرسي أشوفها لا هذا الشيء خطأ ولا شلون ظلموه أو أنت ظلمتهم يعني شغل لك انا انظلمت واي صراحه انت <applause> اليوم وياي مظلوم ولا ظالم حتى افتح الموضوع وياك صراحه انا خاف من الظلم اخاف من الظلم ما ما احب اظلم انسان حتى لو مرات مثلا شخص مرات اذا صار سوء فهم شويه غلطان تلقاني انا اول مبادرين إليه واروح اعتذر وهاي وشجاع اعتبرها شجاعه خاف من الظلم لان الله سبحانه وتعالى خلق الظلم حرمه على نفسه فكيف احنا الانسان يعني واحد ثاني. ظلم لو مثاني انت ظالم اليوم <applause> مظلوم <تصفيق> مظلوم مظلوم شن اللي صار بينك وبين النفط؟ هما إشاعة قالوا طردوك وناس قالت لا انه هما اكادوا لك بمؤامره ما بيناتهم وبالتالي انه انت طلعت. هو شنو اللي صار وشنو اللي ما واضح للناس؟ صراحه هذا السؤال يعني انسئل فيه كل شيء يعني حتى مرات لما اتواجد بالمحافظات او مرات يعني بالاماكن المقدسه للجمهور وهاي يعني شنو سبب خروجك من النفط؟ تعرف النفط نفط الجنوب او نفط البصر نعرف باسم علي يعني انا هداف النادي التاريخي وحصلت مع النادي افضل مهاجم شاب وافضل تشكيله بالدوري ووصيف وخدمت النادي اكثر من 14 موسم مؤامره يعني الصراحه كلش كبيره مثل ما قلت يعني كمظلوميه يوسف صراحه اعتبرها يعني بالنفط يعني ظلم كلش كبير ومؤامره يعني يعني الساعه انت جبتها على البحر وعلى على الخضار يعني قلت لك انا ما عرفت البحر والماء من خلال من خلال النفط يعني عندي مكان ظلت اقعد بيه والتقي بيه انه يعني اخفف عن احزاني لما اتذكر اللي سووه بي بالنفط. انت بحاله انه هو اعتزال الناس واعتزال الصحافه لان كانت انه هي الاتصالات هي تريد تعرف شنو اللي صار وبعض الناس انه هي وصلت من النفط انه يابا هم شهروا باسمك بصراحه وبالتالي أكل يوم يوتيوب انه هو الحكي عليك شنو اللي صار؟ هم طردوه مثل ما اشاع ولا انت طلعت؟ لا هي كانت حرب نفسيه يعني لثلاث سنوات يعني كنت انا اشبه بالمجاهد حسيت روحي عن الحق يعني تعرف انت اليوم اكو خفايا عند اللاعب يعني ما حد يعرفها ما تعرف مثلا هذا اللاعب رزقه وين يروح او هو علمني يعني هاي الناس مستفاده من رزقه فكنت حارب على الرزق انه يعني ما يعرفون خفايا هذا الرزق كان وين يروح او او الحب لكره القدم اللي عندي ما احب اتنازل بساعة ليش سوى وياك وانت انت انت اسم ام وانت بالتالي تعتبر من المؤسسين يعني والناس النافذه واللي حققت انجازات اللي صار ليش انتهت العلاقه هي اي انا احكي لك يعني وهذا جواب يعني للكل أنا يعني قلت لك واي مكان تواجد بيه انسير صارت انتخابات طرح ثقه بالاداره السابقه فقلت لهم انه الاداره السابقه هي صاحبه فضل على باسم علي ما اقدر انا اطرح ثقه بمحمد ولي وابراهيم دحلوس وأ... انا مع التغيير لكن ما اقدر دول الناس صعب ينفضل علي. فهذا الحازج جهه معينه. اي رادوا وياهم يعني قلت لهم انا مع التغيير لكن انا ما اقدر أط... اسوي طرح ثقه على هاي الاداره لان صاحبه فضل علي وانا ما انكر المعروف. نعم. فسمعتها للاسف من لسانهم. قالوا لي فاستدفع الثمن. شنو قالوا لي؟ تدفع الثمن يعني اذا اذا احنا فزنا طلعنا هاي الاداره وجينا تدفع الثمن. فقلت لهم شنو شنو يصير يصير خلي يصير انا ما دام راضي ضميره والله سبحانه وتعالى. فبدا بدا بدا شيء صراحه مخيف ومرعب شفته، ما توقعت هيش يعني الناس يعني قلوبها <applause> يعني قاسيه. والاسماء اذكرها لك هي خمس اسماء راح حسيت في اثنين، يعني, يعني حسيتهم الفتره الاخيره أه يعني <applause> تندموا واعتذروا واتصلوا حتى حتى تعرف انا يعني صريح واليوم الكلمه الانسان اللي يحكيها الله فوق الراس. يعني الاسماء اللي اذكرها لك اول شخص يعني هو سالم نيروز. يعني كلش اذاني. يعني اذاني بامور يعني حتى مريت فترات يعني حزن، مريت كعابة بسببه. اكرم صبيح. عماد عوده. وبعد اكو اسميا اذكرهم بالمستقبل اذا ما يعني بس كلام هذا اللي خابره، اشوف افعالهم يعني باللي سووه. تسووا صراحة حرب نفسية لثلاث سنوات يعني أتمرن وأجتهد يعني أسجل بالمباريات أسجل بعد سجلت على أربيل باربيل بأربيل صفر جيت اللعبة وراها مدرج أتقدم الجزاء أنا يعني أنا أنا أسجل بجزاءات أتقدم الجزاء عماد عودة يرجعني يعني أو مثلا مشكلة بسيطة تصير بالتمرين أو حكاية أنه أنا أتعاقب 15 يوم بالبيت بحياتي اللي اللي شفته من عماد عوده بحياتي ما صار وي اي مدرب المدربين اصدقائي لحد ذاك اليوم يعني انا هيثم مشبوه المدرب الاردني انا جالس يمه قبلها فجر المدرب السوري انا يعني تربطني علاقات بالمدربين العراقيين ويحبوني لكن اللي صار بي وي عماد عوده ما صاير اي مدرب يعني بحياتي انا ما صعد مدرج صعدت ويا عماد وسالم واكرم بحياتي انا ما بتقدم الجزاء ومدرب مرجعني هم رجعوني بحياتي انا ما محروم عن مباريات يعني اقعد بالبيت 15 يوم وحرب نفسيه يعني العب مرات اول شوط رأسة انسحب ثاني شوط يعني خاف اسجل لو فشل أن يسحبوني او مرات حتى باللعبات يعني اختاروا لي وين المباراه اللي سيئه وين اللي حتى مره اضحكك يعني قلت لهم امام مباراه الدوانية بالديوانيه يعني قلت لهم ملعب الديوانيه هولندا ما تاخذ نقطه يعني بهاي المباراه فوين المباراه الصعبه وين اللي اللي يعني اللي هاي الامور علاقتي يعني ساءت يعني بهاي الفتره وي خلقوا لي مشاكل اتهامات باطله يعني اتهامات باطله انه وان طلعت انا سبحان الله يعني كان الفريق تقريبا مركز عاشر او سابع حس اليوم الفريق ينافس على الهبوط يعني انا من طلعت يعني الله شاهد علي اللاعبين ضلوا يبكون علي كنت مساعد للاعبين الشباب مسالم اسمي وين ما يروح يعني الناس تسال تدور عن باسم علي بنفط الجنوب لكن هم حاربوني هم اذوني ويعني انتم بس اسالهم سؤال هم يعني ليش اللي سويتوا هذا؟ يعني انا مثلا ما عندي موقف وياكم ولا عندي مثلا ماذي واحد منكم وانتم مثلا خدمتوا النادي بقد باسم علي؟ انت سالم نيروز او اكرم صبيح او عماد عوده خدمتوا النادي مثل باسم علي؟ ضحيتوا للنادي باسم باسم علي؟ يعني انا اتذكر بايام الطائفيه وهاي الفريق نازل احنا نلعب والدي توفى وانا مسافر ويا الفريق، مدرستي تركتها وانا ويا الفريق، كذا موسم لعبت بدون اجور، يعني انتم شنو اللي قدمتوه للنادي على مود تحاربون نجم مثل باسم او هداف مثل باسم لما طلع باسم علي عوضتوا مكان باسم علي لان يعني انا شفت بخانه الهدافين كل المواسم هسه الفريق يعاني من مهاجم يجيبون محترفين تقريبا اعمارهم 35 و37 وباسم علي 28 تحاربونه وتقدون عليه مؤامره يعني انا وصلت تقريبا عمري 32 انا شايف لك مهاجم يتحارب وهو الوحيد بالبصره تعرف يعني انت ازمه مهاجمين هاي الفتره عندنا يعني اللاعبين بس كاسم وكشاي ينافس على الهداف انا كنت موجود. وانت شهر واحد؟ اي يعني البقيه موجودين هواي مهاجم ومهاجميه وكلهم ينتظرهم المستقبل، لكن ليش يعني هاي الحرب النفسيه؟ ليش هذا الظلم؟ شنو قلت؟ دعيت؟ والله صراحه حسبي الله ونعم الوكيل. صراحه بالبدايه انطيت فرصه يعني سنه سنتين ردت بس واحد يعني يفتح صبحه كعماد عوده يعني معناته الظلم اللي صار عليك هو اكثر من علي حصني ومحمد شوكان وحسين عبد الواحد يعني انا الظلم قلت لك معروف حتى بالبصره كله تعرف اللي صار بيه يعني كل الناس صح انت اكثر من لاعبين منطقتك يعني اللي شفته صراحة ما توقعت ما توقع لاعب يشوفه بعد اللي شفته المؤامره اللي قادوها ضدي حتى مره يعني قاعد ف... قلت يعني رفعت راسي للسماء يعني قلت كان طيور يمي حاطات وعصافير بلا يعني قلت له انت انت يعني انتم جاي للشجر يعني شو تتكلم وي ويا الطبيعه قلت لهم انتم شاهدي امام الله يعني جاي تشوفون انتم اللاعبين جاي تشوفون اللي سووه بكيت بكيت هواي صراحه لان ما احب واحد ياخذ مني تعبي ومجهودي وكنت اتمرن وبلهفه وانا ما عندي يعني انا مسالم كلها تحبني اللاعبين والرياضيين ما عندي اذيه بالنادي تجي انت تحاربني وتكيد يعني اشبه بالتخطيط تخطيط كانما تخطيط هيك هنا وهيك تتحارب وهيك ينبعد وهيك يعني بس انا ومهاجم كنا يجيبون ما ولاعب شبه يمنا يلعبونه مهاجم او المهاجم يقول لهم انا مصاب يعني لعبه الكرخ حيدر عبد الرحيم تحياتنا له يقول لهم الكولف شد يقول له لا ابقى ابقى وانا شنت بس انا مهاجم على البسطه يقول لهم بابا انا ما اقدر بعد اركض يقول لا ابقى بحيث واسم علي لا ينزل يعني شنو هذا البغض؟ شنو هذا الحقد؟ للاسف أه مثل ليش ما رفعت قضية؟ ليش ما طلعت بالاعلام وحكيت؟ قلت لك انطيت فرصة انطيت فرصة والله انطيت فرصة حتى ما دعيت بالبداية عند الله سنتين قلت بلكة الله مثلا يتصلون او كلمة او لكن هذا آه. حق لكن اخير شيء صراحة يعني من شفتهم ما في حول الابواب ليش ما وصل الموضوع ل للاتحاد؟ ليش ما وصل موضوع للصحافه؟ ليش ما انشات مؤتمر صحفي تعالوا يا صحافه واني اليوم أردعت شو مشكلتي، ليش؟ اذا اذا احكي لك يعني انا انا اول مره احكي هذا الكلام وياك، بالنسبه للصحافه قلت لك ما تضمنهم بالبصره، الصحفي للاسف بالبصره يعني بالعراق بالعراق قلت لك انطيت فرصه قلت عسى انه ما ارد استعجل، يعني رغم يعني انا يمكن مخلوق من كوكب اخر يعني بصراحه و... ما يعني... انه انا يوم واحد يقعدني ويشوه بسمعتي وبالتالي انه يكيد لي مكائد وهذا رزقي ورزق اهلي ليس هو اسمك واليوم انت تعرف احنا اليوم انا اليوم اغيب يوم انت سمن الناس لو مو كنت اليوم انه انا افضل مذيع بالعراق واللاعب نفس الشيء فهذا ما انت جاي من كوكب اخر يا حبيبي الله شاهد السالي يا قلت لك يعني لا اذا سكتت السنتين شنو اليوم اللي خلاك تحكي وياي واشرت اليوم بالاسماء مو قلت لك اعطيت فرصه وكتلك. حتى الاثنين ما ذكرتهم تريد تعطيهم فرصه اخر تتوقع اللي يسوون مؤامره علي هم خمستهم راح ينصلح حاله راح يعوضني الخسائر شعوض يعني هو شعوض يعني, يعني اليوم اليوم الكل يبحث عن بازم علي اتمنى هم يطلعون ويجاوبون اثنين من الباقيين منهم؟ والله الاثنين يعني قلت لك حسيتهم اخير فتره يعني اعتذروا لا اتصلوا صراحه يعني واحد منهم اتصل واعتذر ايه وهذا الشخص واحد منهم مدرب احكيه بالايام الجايه بس ليش 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 ليش؟ قلت لك حسيت اكو يعني ندم، اكو مثلا عوده، واحنا اليوم لازم نسامح، يعني الله سبحانه وتعالى يقبل الانسان، فانا منه حتى ما اكبر، رغم اللي صار بي قلت لك يعني كلش خدم مني هواي، بس اذكرهم اواعدك بس خوف من عندك؟ لا الله شاهد يجوز خايف من عندك هم خايفين؟ اي هم ذولا الثنين اللي تقول ان هم ربما رب العالمين اصلحهم يجوز هم خافوا من عندك لا تقطع رزقهم، لا يوصل صوتك للاتحاد، لا ايضا انه هي دعوه قلت لك ما بعد هاي الامور ما ازكيها لكن انا اوعدك بحلقه غريبة اذا ما شفت انه هاي الكلام وهذا هاي الفعل راح اذكرهم. راح اذكرهم واحكي امور بعد اكثر من هاي اللي جايه احكي تفضح. افضح يعني انا اتمنى هم حتى دول اللي يعني عماد وسالم واكرم صبيح أنا يعني اتمنى تنتبهون لاموركم الفنيه تطورون انفسكم. مو بس انا ترى يعاني منهم، هواي عالم عانت من النفط بس مو نفس باسم علي. هواي عالم يعني اكو لاعبين شباب بطلوا اكو واي مواهب يعني خرجت من النادي بظلم بسببهم يعني هذا العداء صراحه ما اعرف وين يوصلون به والدليل محطاتهم كلها فاشله فاشله يعني تجي هسه العماد عوده اكثر من نادي استلم واكثر من تجربه فشل لان العدل اساس التوفير تجي السالم نيروس صار له تقريبا يعني عشر سنوات بالنادي يطلع المدرب هو اكرم يطلع المدرب الاول وهم باقين تجي هم ماكو شيء يعني لا ينذكرون لا ببرنامج ولا بلقاء ولا لاعب يمجد بيهم الكل يشتكي منهم يعني هذا الشيء غلط اتمنى يصلحون انفسهم اتمنى يعني يبتعدون عن هاي الامور اللي اللي هي بها اولا يعني مظلوميه راح اروح لي انت زورت مواليدك مثل ما زوروا بعض اللاعبين وليش يزورون مواليدهم يعني؟ شوف صراحه التزوير شمال اسمك بالتزوير؟ اي يعني انا زورت مو انا شلون زورت؟ اجيت لقيت الاسماء كلها قدامي مزوره ماخذه حقي. ها ها؟ شنو يسوي يعني انا قوم واحد يبو قدامي صير ايضا اني بواق؟ مو لا هي تختلف، يعني انت مثلا اليوم استحقاقك تلعب منتخب شباب، اجيت انا استحقاق العب منتخب شباب حكيم شاكر، لقيت اللاعبين اول مفترض المفروض شنو؟ ال 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 العمر اللي هو احتراف اللاعب او انه هو يلعب اليوم بالانديه لازم لوين انا مواليد 92 كاب لا هسه طلي بالقانون إيه؟ المفروض 30 سنه؟ لا المفروض اللاعب اكو بيهم يعني المفتوح يعني 37 يبطل 38 حسب رونالدو يعني اي بيهم 40 حسب اللاعب وحفاظه وحفاظ وها يعني يعني انا شوف دخيت انا يعني اصدقائي اغلبهم اللاعبين يا هو اللي يقول كل لي والله انا مواليد 2004 وانا شايفه قبل 10 سنين زين شلون 2004؟ يا أنا... أنا... ولي كذا انه يقول والله بارك لي انا يعني عيد ميلادي هسه دخلت ال 30 سنه تصار لك إيه تلعب وبعدين انه هذا الموضوع كم شوكم بالمطارات كم شو اللاعبين البقيه اي يعني. ها آه. غلط التزوير اكبر غلط وانت مو راح بس انا اشرح لك شويه إيه. قلت لك جيت استحقاق وين كان شباب وقبل لا تشرح لي هو انا يوم ازور مواليدي حتى ابقى ايضا لاعب هو طمع اليوم بهذا ولا كسب الفلوس ولا الشهره انه ابقى بيها ولا ايش لا أه شنو هو كانت هو اليوم انت تروح للاستحقاق تلقى قدامك الاغلبيه ماخذين ما استحقاق هسه شو في علاقه بالاغلبيه هسه انا لي علاقه بحالي مو انا جيت لي حق لي منتخب شباب لقيت اللاعبين كل واحد متزوج ثلاث نسوان وعنده 10 ولد ومنتخب شباب يعني انا شو اسوي مثلا؟ زين هو فترتي فالمدرب يقول لك مثلا للمناسبه انا بس كم قوي للمناسبه انا صحيح يعني لعبت بس ما لعبت يعني ما استفادت من اللي سويته يعني لعبت منتخب اولمبي كانت المواليد 92 اي حق زورت مواليد كم سنه؟ انا مواليد 92 اي اتذكر 95 سويت لما جيت البطوله 92 يلعب زين شلون مواليد المواليد هذه؟ كانت هي يعني من قبل المسؤولين يعني بالمدرب يعني من بغداد هي هاي يعني احنا احنا وين ندري احنا نجي مع يعني انا وين اعرف التزوير هي من مدربين بغداد هم اللي بدوا يعني ما بدا في بس اغير جوازي ولازم اضيع الجواز وبعدين يعني التزوير واكو واكو اوراق رسميه شلون تصير شلون؟ يعني كانت اكو مساعده يعني بالاتحاد اشبه بمصلحه بلد للامانه يعني انا مواليدي يعني لغت ذيك ورجعت 92 ويعني مع مو قلت لك استاذ ايهاب خذوا حقنا يعني جيت لقيتهم كل واحد عمره اكبر مني بعشر سنوات يابا استحقاقي قالوا اذا يعني المدرب رايدك بس انت سوي جواز يعني هم كانت هي اللي عازم مين ذاك النظام وصلت مواليدها للألفين 2000 كلش هو يعني كواحد واحد ابوه ميت من 93 هو مواليد 94 قالوا يعني شلون صرت انت؟ جنبات ملعب البصره دول شوف الاعاده مره اخرى باسم علي لما سددها اكتشف ان اللي قدامه علي حسين الرحيمة هو كان شايف خط وشبك فجاه طلع قدام الخط والشبك علي من الاسماء اللي ظلمتك <applause> يعني لاعب من المنتخب يعني مسوي 94 ابوه ميت بال 93 قالوا له شلون صرت يعني ابوك ميت يعني مسوي الجواز ورا ابوه ما يموت بسنه قلت له شلون صير <applause> ويلعب موجود يعني وام ترك كره القدم فقلت لك واي احداث يعني بس لحد الان انه اكو بعض اللاعبين هي جاي يزور مواليدها والله ضد التزوير والله العظيم لا, لا هو اكو اكو بالانديه انه لحد الان هم مزورين مواليدهم هسا على الفتره مو نفس قبل يعني قبل اكو بس هسا لا يعني تلقى بالعراق تزوير حالتين او ثلاثه لان صراحه الاتحاد جاي يحارب والدوله جاي تحارب هذا التزوير يعني وانتهى التزوير بالعراق تقريبا انتهى بس أكو. اذا مرتشي عندكم بعد ينتهي التزوير؟ لا صراحه قبل ماكو محاربه من الاتحاد والمدرب هو, هو مطل الاذن لل... للاعبين فصار تزوير واحد خذ حق الثاني اما انا لو تل... حتى الوالده زوالتها انا كنت ما يحتاج يعني انا لعبت بطوله ويا حكيم شاكر كان 92 يحق له يلعب وانا 92 كنت موالد الحقيقيه والوراها وي غني شهد 93 فرق سنه وانا 92 يعني حتى التزوير ما استفاديت منه مو مثلا عكس ذول ال... الاسماء اللي بقت هواي وهاي وهسه نظام عالمي رجعت كل المواليد رجعت والاتحاد يعني سحب المواليد دي شكلها سحبها الأمانة أقوى أقوى حتى واحد يحكي الحق أقوى محاربه من الاتحاد ضد التزوير ورابضه التزوير وتزوير بدو هم المدربين اللي كانوا يدربون المنتخبات نهى بغداد يعني مو النجف او او كربلاء او البصره كابتن خليني ليش جاي أه ليش دا يصير احاديث انه غيرتكم من ايمن حسين اللي المكان اللي وصل لها ايمن تسليط الصحافه ايضا عليه بشكل الالقاب اللي احترزها وبالتالي يعني بعض اللاعبين قال راح يرجع عهد يونس محمود هو غلط يكون اكو امتياز لشخص واحد يعني من تمرض ايمن حسين وكان ثاني يوم هو او بعد يومين هو اللعبه فطلعت الجماهير العراقيه وطلعت بعض الصحف قالت انه خلص معناته احنا الخساره واضحه طلع احد الكومنتات قال فرضا بعيد الشر لو ايمن حسين ميت يعني شنو معناته راح نس... نخسر طول حياتنا ماكو ايضا مثل ايمن حسين هذا الشيء صحي مو صحي وكونك انه انت خبره صراحه ايمن حسين حتى حياتنا لو صديقي كان بالمنتخب الاولمبي حتى مباريات يعني لعبنا انا هذا صديقي وهاي لازم شاي وكيك لا لا صح انا جاي احكي هسه شيء منطقي شيك واضح أه شوف ايمن حسين مكاسب هسه انت مو حكيت لي على المشاكل بس انت زين يعني انت انت لو مكمل الدراسه كنت انت محامي لان ماسك العصا من النص وانا مقدر لان بعد شهرين هو راح تكون احترافاتكم بالانديه فمعناته انت هنا أنا صح يا ريت انا عندي هذا العقل كمل لي لا انت ما شاء الله بالعقل اكثر مني لا وانا ازور مواليدي واروح وكذا وهاي المهم ليش دا يصير انه الحكي بالاوساط الرياضيه وانتم اليوم كلاعبين انه ليش الامتياز للشخص الواحد؟ شوف كابتن ايمن اللي وصل ل... وصل له يعني نتيجه جهد ويعني نتيجه هاي انتهينا من هاي انا سؤالي صح والامتيازات أي. اللي حصلها يعني حصلها ب... باجتهاد وعمل قعدوا ومو ناس قالوا احنا اليوم ابخص احنا اليوم قادرين نصير مثل ايمن حسين واكثر قادرين نقدم نفسك لل... للواقع اي قدم منو اللي قدم افضل مهاجم بال افضل مهاجم بالعراق بالوقت الحالي ايمن ليش؟ لان الواقع يعني هو نافس على لك ليس الامتيازات يعني شلون اليوم الاب يفرق بين اولاده؟ انا ضد الامتيازات انا اكبر غلط يبقى بس ايمن المفروض اكو بديده يعني اكو الناس تساعد ايمن المفروض هاي من المدربين المفروض من اللاعبين يشدون نفسهم اكثر بس انت يعني مو صوت شيمن ايمن يقول لك انا جاي اتمرن انا جاي اجتهد انا جاي اقدم والصراحة يعني وراء يونس محمود أي من جاي نشوفه يعني عوض مكان يونس محمود واقع هذا يعني مو أنت ترفضه ولا أنا أرفضه نفط ميناء زوراء ديوانية نفط ميسان اه إيش نفط بغداد نفط البصرون البصرة أو ميسان هو ايه. نفط البصرة ونفط ميسان وبعد أندية هواي هو هذا تشتت والمفروض انه انا اكون باليوم بنادي واحد انعرف خلص انه ابقى بس اني نجم الزوراء او اني مهاجم الزوراء ولا المفروض انه لا وين ما تجيني فرصه افضل وتقدير افضل وعقد افضل وفلوس اكثر وتوظيف افضل انه أنا اروح مرات بعض اللاعبين اللي جسوا امامك قالوا لا احنا احنا نتمنى يكون انه عندنا على عن الاقل انه انا اكون لنادي واحد انا نجم الزوراء حالي حال الاهلي والزمالك والسعوديه وقطر وايضا حتى عندك الكويت انه هو نجمهم يبقى نجمهم بس احنا بالعراق انه نتخبط على بالنواد مرات ظروف يعني مرات ظروف تجبرك تغادر النادي وما تخبطك بالنوادي واسمائك اليوم انه انت لعبت اغلب انديه العرب ظروف وطموح اكثر اه اوكي يعني جنت انا امد مثلا انتقل النادي افضل كطموح يعني اكثر ومرات لا كظروف يعني جبرك الظروف تغادر النادي امور ماليه امور اداريه ما مستقره يعني فجبرك انت ان تغادر النادي عندك جيش الكتروني تنطيه فلوس وهو بالتالي يدافع اذا صارت لك عليك مشكله؟ لا الله شاء ليش؟ هم <applause> كلهم مسوين هيك كلهم كابتن آه اكو 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 آه مواقع تابع للاعبين وللاسف يعني اكو مواقع تابع للاعبين قدامة يعني مثل ما اللي بس كان ما ما عندك جيش كبيرين؟ لا ما احتاجه آه. انا شيء إيه. دافع عنك؟ ما منو بذني كابتن ما منو يعني اللي دافع عني عملي مجهودي داخل الملعب اهدافي هو هذا يعني الادوات اللي انا شيت ماشي بيها يقعد يمك ويقول لك شوف شنو كتبوا لي كتبولي شوف شنو هذا الموقع منزلي شوف هذه شو الصحافه كاتبت لي هذا شو دافع اكو وايد دافع دافع شنو؟ ايه؟ يدفعون يعني هسه اكو مواقع يعني جاي تسقط لاعبين وجاي تمجد لاعبين للاسف اكو لاعبين يتعاملون بهذا الشيء يعني هو اسم انت الظاهرة الاخيره مع المغترب ومحلي يعني شنو مغترب ومحلي اصلا هاي اللفظ ما يلفظ هو منتخب وطني كل عام لكن اكو مواقع دافع عن المحترفين مم. ومو الم... مو شرط المحترفين لكن يجوز مثلا اكو بعض اللاعبين كانوا يدفعون للمواقع ودافع عن المحترفين واكو ما, ما يعني اكو لاعبين محليين يدفعون للمواقع وتدافع عنهم ويعتبرون هذا مثلا تسويق لهم وانت ليش ما سويته؟ ما لان غلط هذا الشيء غلط اي أيوة انا ما ما اسوي شيء غلط okay. ليش ما اشتريت فانز؟ قلت جمهوري هواي موجود انا المكان اللي اتواجد به بي واللي هاي كارقام حالك حال بعض اللاعبين اللي مشترين اليوم جمهور. قلت لك كابتن اكو لاعب يسوي هاي الشغلات واكو لاعب ما يسوي تربيتي واخلاقي و... ما تسمح لي اسويها صراحه او بالاحرى انه انا اليوم ما اعيش كذوبه يعني آه. اليوم انا يكون حسابي مليون واطلع بالشارع ما حد يعرفني هو هاي انت اذا ما تشوف الشيء الواقع وتشوف الناس تحبك وجمهورك ما تصنع او تشتري صعبه انت من جمهر عليك من نجف وكربلاء الناس ولا لا مثل ما قلت تحبني الناس واي قلت له انا آه. بقنا غير آه. بس قالوا انه انت تشتري عصير وتشرك في سبيل ايضا يتجمهرون عليك اكثر لا الله شاهد لا ابغى شاهد ما انه هذا خلاص هذا عدوك الاوحد مو قلت لك اكو بس ما انا ما عندي حتى يعني دائما بالتعليقات مرات اقرا لما اصرح او شيء دائما اشوف كلمه المتواضع الخلوق الحمد لله اجت من من يعني من من فعل ومن توفيق من الله سبحانه وتعالى اكيد شفت مقابلاتهم الاخيره علي حسني؟ علي حسني احد احد نجوم البصره والعراق انظلم انظلم بالمنتخب فترات انظلم وايد انظلم ولا انظلم 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 محمد شو كان انظلم محمد كان انظلم من قبل الميناء الميناء كونك تلعب انا الحد أول مس بالجمهور أحكي اكبر غلط اللي سووه ذيك خروج شوكان شو اي خروج شوكان حسين عبد الواحد حسين عبد الواحد كلهم اللي ذكرتهم اخواني واصدقاء حسين عبد الواحد من اللاعبين المجتهدين انظلم بالمنتخبات الوطنيه حسين عبد الواحد انظلم وهم الحظ كان ما يحلفه يعني الظروف ما والمته بس هو توفق يعني لعب هم اولمبي ولعب بالدوري كان ناجح شفت لقاء هوار لا ما شفته ما في لقاء وحتى ايضا اكو لقاء لنور صبري هو اكو تصريح صار انه المفروض انه ما يشدون تشدد يصير على اي مقابله تصير سواء بالاعلام او صوره هي تنزل من خلال السوشيال ميديا انا اريد اسالك سؤال كون انه اني تعرف انه احنا نلتقي بنجوم عرب كثير واحد اللاعبين بالسعوديه اللي موجوده ايضا بفرقها والانديه اللي موجوده في لائحه للاعب اوكي، هذه اللائحة أنا ما شفت انه انتم هنا ملتزمين بها، وسألت أيضاً من ضمن اللاعبين اللي قعدوا، انه هي نومكم يكون صحي اللاعب ما يطلع لقاءات الا ما بعد أيضاً هي تكون الإجازة تمام؟ العلاقات الجنسية بعض اللاعبين بعلاقات جنسية حتى المزّوجين والمخدرات، والمشروبات الكحولية كل هذه هي ممنوعات للاعب للاعب وهذا رونالدو نفسيته هم انت لو شوف اليوم مقابلته مع اوبرا فهو يقول لك هاني ممنوعات انه هذه انا يعني ما دينيت له. يعني حتى معاشرته لي زوجته هي تكون ما بعد الاجازه الطويله احنا بالعراق ليش؟ انه معرات تشوف يقول لك اوف هي الكره هنا بس ما عنده جهد اللاعب وطلعوا بعض اللاعبين وصرحوا أه اولا أه هو هذا المفروض صح؟ المفروض الممنوعات للاعب طبعا بس هاي مين تجي مين سالي إيه. يعني انت اليوم مثلا لاعب يصير عمره عشرين وتقول لا تشرب بيبسي يعني يقدر بعد المفروض تبدا من الفئات العمريه هذا التثقيف الفئات العمريه اللاعب الصغير تعلم انه هذا ممنوع السهر ماكو بالفئات العمريه يعني الجماهير هي جايه تلومك انتم يعني انتم اليوم اللاعبين انتم اليوم تدخلون هي الجماهير تلومكم اي اكيد تفوزون هي توصلكم بالتالي انه اكو ممنوعات اكو سهر للصبح مثل ما الاتحاد ايضا انه هو منع تصوير اي بلوغر او فاشينيستا او يوتيوبر يكونون داخل اللوبي مع اللاعبين. احنا خروجنا بكاس اسيا شنو السبب الرئيسي؟ اه ده اسالك. خروجنا بسبب اسيا الفوضى، الاعلام والشاعرات بالفندق وبيت منه ها منتخب وطني انت انت تمثل مصير بلد كامل يعني حتى خروجنا بالاردن دقيقتين خسرنا المباراه ماكو تركيز ذهني ماكو يعني اشوف قبل يوم اللاعبين اصدقائي بالانستغرام ينشرون ويتواصلون ويدون التاك وهاي مستحيل مستحيل هذا الشيء وكان اكو تصريح ايضا من عدكم انتم انتم الناس اللي موجودين حين ما صارت اللعبات تصير ايضا بملعب جذع النخله انه خلاص انه هم يجن ولازم هو يفوت للمقصوره وانتم اليوم لاعبين بدك تلعبون بالانديه مالكم مكان وتدخل حالك حال الجمهور ماكو آه انه مثل اللي تقوله صحيح ماكو دعوات يعني اللاعبين اللي مثلوا البيت تفضل فضل إيه؟ أو, او هو الاتحاد مال البصره يعني المفروض انت عندك ارشيف للاعبين شنو انجازاتهم شنو تاريخهم تكتبهم وتستدعيهم او تخلي مباراه مباراه نشوف يعني فلان وكذا وبلوكر وموجودين واللاعبين اللي جوا اليوم مع ايضا تصريحات الاتحاد عدان درجال علاقتك بيه طيبه؟ اوجه لك تحيه طبعا كده. تحياتنا الى يعني ما عندي شي وياه بالعكس ما عندك علاقه معه لا يعني سلام وحب وهاي المسائل ليش ما وصلت لمشكلتك؟ مشكلتي ما اي مشكله ما مشكلتك ويا النفط يعني مو 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 هو مو مسؤول يعني عليه اعرف بس انه هو عنده نفوذ بالدوله وكان ايضا انه هو بمركز جيد في الدوله العراقيه يعني هو المشاكل اللي عنده مكفيته حبيت يعني تحياتي الكاتب تحياتنا إذا. ليش ما وصلت ايضا انه ليونس محمود مشكلتك؟ يعني قلت لك هو اكو عالم هواي دخلت بس بعد هو ماشيين هم بهذا المسرح يعني اني يعني اللي انا انه اكتفي بدخول لهذا بس انا ما اقبل على الظلم اللي دا يصير هوايه لاعبين دا يردون وانا اليوم متوجه الى اربيل انه هواي يردون يظهرون, يظهرون يظهرون مشاكلهم لان يقول لك انه بعض البرامج الرياضيه ما جاي توصل مشاكلنا وايضا حتى من خلال انه المقدمين او البروديوسر او الموعد وانت تعرف كل زين فلهذا انه اتمنى من الطلعون ويانا تقولون الصراحه والله والله صريحين طبعا انا بالمناسبه يونس محمود انا من محبينه و... كون انه اصبحوا عندهم نفوذ انا بس بس يونس محمود اللي جاي يصير بنفط البصره هم يتحمل جزء منه جزء منه هو جاي يتدخل اكو اشخاص يعني قريبين عليه بنفط البصره وجاي يتدخل بالاهل المؤقته ويتصل و... وجاي يمر النادي بهاي الظروف وقطع رزاق اللاعبين واليوم النادي هو نتائج سيئه هبوط يعني النادي مر بمرحلة هبوط بس هذا اتهام لا مو اتهام أنا يونس محمود من محبينه ويعني وتاريخ والتاريخ المفروض يحترم أتمنى يعني هذا الشيء يبتعد عنه لأن يعني جاي يخسر حتى جماهيره بالبصرة وبلاي متأكد من كلامي؟ أي متأكد من كلامي يعني جاي هي المؤقتة اللي تجي وأعتقد يعني الاتهام اللي وصلنا أنه على موت صوت الانتخابات يعني هذا النادي إلى صوت يونس محمود منو ما يطيق صوت أنت يعني أنا ذاكرها ببرنامج سابق أن يونس محمود يعني صعب يتعوض، صحيح أيمن حسين بس يونس حتى شخصيته الروحية اللي 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 عنده نسمع هذا الحكي نتمنى يكون مو صحيح. تاريخ العراق ما راح تطلب من عندي أي شيء ينشال بالمونتاج. ما أطلب أي شيء ينشال، والحقيقة هذا كله حقيقة وأنا ما ما أتردد. ما رح حق تقول هاي الأسماء اللي ذكرت الثلاثة. لا, لا 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 ولا أخابر، واليوم ما دام أنا صاحب حق تحترم اللي أقوله واللي شهود هم وأكو اكيد واتمنى اذا اكو كان انه اكو اشياء انه انت اياها وايضا انت بالسومريه هي يعني قناتك بالتالي والله انا المتابعين يعني يعني هذا اعلامي انه انا اقصد احنا اليوم مع الحق يعني وانا ما اقبل باي اليوم فنان او لاعب او اي شخص هو يكون سيلبرتي هو هو ينظرهم وبالتالي يحتم عليك وهذه هي رساله من من خلالنا انه مثل ما حكيت مشكلتك اللاعبين الاخرين عندهم مشاكل يجون يطرحوها وبالتالي انه هي توصل الى الناس المعنية ومن ضمنها دولة رئيس الوزراء قبل أن ننهي الحلقة أكو ناس حاب تدعمها أكو ناس حاب تقدم لهم دعم كونك أنه أنت خضت نجاحات حلوة نصيحة حاب تقدم لهم إياه والله صراحة هواي لاعبين شباب يعني أشوفهم ينتظرهم مستقبل سواء بالميناء أو نفط البصرة حيدر أحمد واحد من اللاعبين الموهوبين بنفط البصرة حماد أحمد خضر اللي مصاب اتمنى السلامة، محمد غالب لاعب الميناء يعني قاسم لاعب النفط البصرة سجاد المهاجم كرار جعفر يعني اشوفهم إلهم مستقبل، سالم مهاجم الميناء يعني اشوفهم إلهم مستقبل واتمنى ان شاء الله يعني يهتنون بنفسهم وان شاء الله الامور النجومية ان شاء الله قادمة لهم. كان الناس في السابق انه هي توصي وصية وكانت تتنبأ برحيلها فكانوا ايش يقولون انه احنا نرشف وصيتنا. انت اليوم حلقتك على السومرية وبعد مئة سنة هي موجودة على يوتيوب السومرية لو طلبت منك تتوجه للكاميرا شنو الوصية اللي انت راح توصيها لكن اللي اهم من الوصية من الشخص اللي هو راح يؤتمن على وصيتك من اللي راح ينفذ وصيتك من اللي راح تختار ينفذ وصيتك يعني الوصية اللي اقدمها انه الاخوي سيد خالد انه يعني يحفظ لمة الأهل وإخواني وخواتي ودائما يعني يكون لهم أب ويساعدهم بأمورهم البنتكاساتهم وأمورهم الصعبة والنصيحة اللي أقدمها للأجيال يعني عامة أنه أفضل شيء هو بالحياة أنه تترك أثر جميل والتقرب إلى الله وحب أهل البيت سلام الله عليه فاجأني صراحة لما يقول أكو اتصال انه ما رادوني اطلع بهذا البرنامج لكن الحمد لله والشكر طلعت وبينت الحقيقه دائما هي قناه السومريه قناه الحق وسعيد اكون وياها صراحه وعجبني يعني اليوم هواي صراحه بقياده البرنامج وروح العاليه والانسانيه اللي يحملها. أثارني بسؤال الوصيه يعني عمري ما سالت هذا السؤال وحتى يعني خايف من هيك امور احس تقربني للنهايه أه لكن اهم شيء جديد ضاف لي بحياتي انه الانسان لازم يوصي بالامور اللي يريدها بعد غيابه، يعني هسه طفوا الكاميرا صراحه من كثر الاسئله ما خلاني اكل، فخلناك. كابتن باسم من الناس اللي احترم الانجازات اللي هو حققها للعراق وللرياضه العراقيه، احترم الاهداف اللي هي ضحكت وابتسمت الجماهير العراقيه اللي هي تحضر سواء في البصره، في بغداد، في الانديات اللي هو احترس فيها نورت السومرية كاميراتي راح ترافق كل نجاحاتك وأتمنى بعد شهرين من راح تحترف بنادي جديد أنه تبلغنا حتى نجي نصورك وبالنهاية أقول نورت السومرية وسليبرتي